الاعلام عند حزب حزب الله وعند حركه امل. انا بطلب منهم بكل محبه، انا وزير السياحه عم بسمع مثل ما انتم عم تسمعوا، وما عم نحكي لا باستفزاز ولا بالغاء ولا بشيء. نحن كل الصور والرموز اللي بتحطوها هيدي نحن بنحترمها وبنجلها. انا بطلب بس منهم هول الثلاث اشهر اللي جايين نخفف منهم ونعطي مساحه اكثر انه نفرجي لبنان لكل العالم. لا هن هول لكل العالم، المقاومه هي لكل العالم. انا مش من هالمنطلق عم باخذ، انا عم باخذ انه لازم السائح اللي واصل على لبنان يشوف مناطق لبنان على البانويات. احنا على طريق المطار اليوم بنقول ما في لوحات اعلانيه مخالفه للقانون، كلياتها ضمن التراخيص. لا نحن مش معنيين بالازاله، لانه اليوم في بين واضع اعلان ومستثمر الاعلان، فهيدي بتصير اليوم قديش عم ياخذ مساحات مثل ما صار وقت الانتخابات.